تشبه هذه اللافتة إلى حد كبير دعاية لمنتج استهلاكي، وهنا تبدو أقرب إلى رسم كاريكاتوري ساخر. هي في الواقع حملات انتخابية، أسلوب جديد انتهجته بعض القوائم للترويج لنفسها وجذب الناخبين للاقتراع لمرشحيهم. مفردات شعبية، ألفاظ طريفة أثارت حفيظة البعض وقبول آخرين. مصيبة. امبوسيبل يكون يعني بجد يحكيو يعني لا امبوسيبل. ينجم يكون حاجة من الكوميديا يفادلكوا، أما هكيكة تيتر كيمن هكيكة امبوسيبل يكون بالرسمي. مختصون في الترويج السياسي يعدون الظاهرة ترجمة معقولة للواقع السياسي الدقيق والأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، أسلوبا له وقعه على الناخب في تحديد اختياراته وربما في تغيير قناعاته. في الحقيقة أن هذه الأسماء هي حمالة رسائل سياسية بشكل غير مباشر، وهي تعكس ردة فعل من كثير من الشباب، ردة فعل مفعمة بغضب واحتقان وحالة إحباط مما تردينا إليه من وضع سياسي واقتصادي واجتماعي بعد 2014. أيضا نتحدث عن قائمة مثلا الزريبة، فهو إسقاط على المشهد السياسي وخاصة القواعد السياسية للقوى السياسية الكبرى التي هي تتبع قياداتها أو تتنفذ برامج قياداتها بطريقة قطيعية. جاءت الحملات الانتخابية مثقلة بأساليب ترويجية جديدة، أساليب على بساطتها قد تساعد القوائم المستقلة الصغيرة على الحصول على بعض الأصوات من الأحزاب الكبرى. تتجه بعض القائمات المستقلة للترويج عن برامجها الانتخابية عبر عناوين طريفة جاوزت حدود المألوف والمتعارف عليه في بعض الحالات. سياسة مبتكرة لا شك أنها تعبر عن واقع سياسي واجتماعي خاص بالبلاد. بلال مبروك، تونس، الميادين.